في درس اليوم راح نشرح كيف نستخدم نافذة ريفرنس في برنامج بروكرييت. طبعا النافذة الهدف منها انك تحط عمل حاب انك تقلده ولا تتدرب عليه. هذه راح تساعدنا في تطبيق نظام المحاكاة اللي اتكلم عنه دائما في التدريب. اول شيء نروح من الاعدادات، نروح لخيار بروفرنس، طبعا هو يكون بطبيعة الامر مسكر، نشغله وتفتح لنا هذه النافذة. عندك خيار امبورت اذا حاب انك تغير الصورة. كيف راح استفيد من هذه الميزة؟ الحين حطيت مثلا مخطوطة، انا حابني اتدرب اكتب المخطوطة بنفس الشكل المكتوب، فنختار الفرشة واللون مثلا اسود، ونبدأ انا مختار فرشة الخط السمبلي، ونبدأ نجرب نكتب خالد. استواني اللون، هذه الطريقة جدا ممتازة حق التدريب وخاصة في المستوى الابتدائي. على سبيل المثال بهالطريقة. طبعا الميزة جدا ممتازة عشان تتعلم المخطوطات وتتدرب تكتب بأشكال مختلفة وجديدة. أتمنى استفدتم من المقطع ويعطيكم العافية.